من هنا بدأت القصة، من هنا بدأت المأساة الحقيقية لسلسلة الجرائم في حق الإنسانية، في حق أرواح بريئة لا ذنب لها في وحشية ومرض بعض أصناف البشر. فمن شيماء إلى شيماء وما بينهما قائمة طويلة، قائمة كتبت عناوينها بدماء أطفال مراهقين وشباب. فمنهم من عثر على جثتهم، ومنهم من لا تزال قلوب أمهاتهم تتجرع مررة الانتظار. ولأن التغفل عن الجرائم الصغيرة والسكوت عنها تولد جرائم كبيرة تزداد شناعة بمرور السنوات، فمع تفاقم ظاهرة القتل في الجزائر تختلف الآراء وترتفع الأسئلة بصوت واحد: من المتسبب؟ الأسباب هي شخصيات سيكوباتية اللي راهي عايشة معنا في المجتمع. أسباب الجريمة هي أسباب اجتماعية، تقدر تكون نفسية، تقدر تكون أيضا متعلقة بأسباب اقتصادية. هادوما النقاط العريضة تاع الأسباب المتعلقة بالجريمة. لكن الشارع له رأي آخر. في نظري هذه الأسباب، حاجة الأولى المخدرات، حاجة الثانية لي ريزو سوسيو هادو، والثانية شغل التربية الأخلاق، شغل الانحراف في سختو في الأونة الأخيرة هذه كثر بزاف الانحراف، شغل الأمور السلبية أكثر من الأمور الإيجابية. الأسباب هي الخدمة، العمل، المخدرات، الشارع باغ اكزومبل. هنايا ان ولادي نعرف وين نحطهم وين يترباو، دوك انا ماشي نجيبهم وخلاص الشارع على ربي. البعد عن الله هو كشغل ماهوش داير ربي في بالو، ما على بالوش كاين مورا هذا الشيء، كشغل هو على بالو غير قتل ونور، على بالو حاجه سهله، هو كشغل ماهوش يخمم واش كاين موراه. تعددت الاسباب والنتيجه واحده. كما نعرفوا باللي الشخصيات السيكوباتية اللي راها معنا في المجتمع تتعزز الرغبة تاعها الإجرامية بفعل المحيط ولا الأسرة ولا أشياء هكا حادثة صارت، يعني تعزز لها هذاك الرغبة نتاعها فتقوم بالجريمة. التنشئة الاجتماعية هي اللي قادرة تعطينا مجرم اجتماعي، نشوفوا بلي راهم يعطوا تنشئة خاطئة بمفاهيم خاطئة. نعطوا مثال صغير، انه يقولوا انت راجل ما فيكش العيب، ولا يقولوا له ما تدخلش للدار حتى تجيب حقك، ولا يقولوا له ايضا انه معليش الحباس مديور للرجال. هذه المصطلحات يعني راها تعزز له وتنمي له في هذيك الغريزه الاجراميه، فعلى اول مشكل ما راحش يقدر يسيطر على الانفعال نتاعو، وبالتالي يحدث معه حادث في الساحه حاليا. السبب انا كرجل قانون وكمحامي، السبب اللي نشوفه سبب من الاسباب الرئيسيه في استفحال الجريمه هو ظاهره الطلاق. ما نقولش سبب الطلاق ولكن ظاهره الطلاق، لأن الطلاق يدمر الاسره، لأن الطلاق يدمر الابناء اللي يكونوا يصيبوا روحهم ما بين والدين مطلقين، يصيبوا روحهم بدون رقابه اسريه. الاولاد هذوما اللي ما يصيبوش تعطير، اللي من نتائج الشهاده انهم يلجؤوا الى المخدرات او الى طرق اخرى، ويجدون انفسهم ضحايا لكل ما رانا نشوفوه مؤخرا من اعتداءات، بما فيها الاختصاص، بما فيها الاختطاف، بما فيها التعدي عليهم، خاصه شريحه الاحداث. الأرقام الرسمية تشير إلى ارتفاع نسبة الجريمة في الجزائر بمعدل 250,000 جريمة خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالسنوات الماضية، بتصدر قضايا الضرب والجرح العمدي المشهد. فعلى المستويين العالمي والعربي
تحتل الجزائر مركز 91 ضمن لائحة الدول الأكثر أماناً وأقل جريمة من أصل 133 دولة شملهم التقييم. يقال إن لم يكن البديل لحل المشكلة فلا داعي للحديث عنها. فأين هي الحلول يا ترى؟ بالحلول اللي نقدروا حنا نعتمدوها هي الردع. كيفاش الردع؟ يعني ربي سبحانه وحل يقول كاين قصاص. علاش كاين قصاص؟ لان النفس بالنفس. علاش؟ باش اللي يجي موراه ما يديرش واش دار هو. كي اللي يجي موراه راح تتهذب النفس نتاعو، راح يقول شوف صاحبي واش صرا له، آه جاري عدموه، انا اسما ندي الروح نتاعي ونزيد ندي الروح اللي معاها ونزيد هكا، ويبدا يعني يجي هذوك التصورات تاع انا كيماني مت ما حش نفلت كيما فلتوا اللي قبلي من العقاب، راح احنا نتعرض انا ثاني للقتل، كيما قتلت انا راح نتقتل. فهذا راح يهدئ شويه، يعني يدير في حساباته باللي كيما راح تدير كيما راح يصرى لك، لانه ما كاش الردع فراح تولي الحاله مباحه. كيما قتل اليوم واحد راح يقتل غدوه جاره، راح يقتل غدوه بابا، راح يقتل غدوه يماه، ويولي تولي عندنا مافيا تاع الاجرام هنا في مجتمعنا. هي الحلول تكون حلول قانونية، تقدر تكون حلول اجتماعية، تقدر تكون حلول اقتصادية. الحلول تقدر تكون بتوفير مناصب عمل للشباب، هي تقدر تكون حلول أنها تؤخذ ظاهرة هذه خاصة بما فيها الاختطاف، بما فيها الاعتداءات التي نلاحظها يوميا، بما فيها تجارة المخدرات، تكون بدراسات معمقة حقيقية من مختلف الاختصاصات بما فيها علماء الدولة وعلماء الاجتماع ورجال القانون، لأنه في الأخير القانون ما يكفيش وحده للقضاء على الجريمة. لكل منا زاوية نظره الخاصة لحل هذه المشكلة، لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى المسؤولين. إذا ما تعرض الضحية إلى أذى أو أصيب بإعاهة مستديمة أو اختطف لاستعماله كرهينة أو اختطف لطلب فدية، فهنا العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد. أما إذا انجر عن عملية الاختطاف وفاة الشخص المخطوف فالعقوبة تكون الإعدام. فهل حان الوقت لنهاية هذا المسلسل؟ أم أن عدد حلقته قابلة للتجديد؟